هنوصل لماتش الاسماعيلي دلوقتي، ولكن سنين طويله جدا داخل جدران النادي الاهلي وداخل ناشئين النادي الاهلي، ايه اللي اتعلمته في هذه الفتره؟ بصراحة تربية النادي الأهلي بتأثر في أي حد، يعني دايما أكيد كلمة معتادة أي حد هيقولها، بس فعلا مفيش حد هيحس بيها، وحضرتك طبعا أكيد يا كابتن عارف الموضوع ده، إلا اللي عاش جوه النادي الأهلي. طبعا فعلا من صغري حاجة غير الكورة، أنا بتعود على الأخلاق والاحترام، إن أنا ما أخافش من أي موقف في حياتي، إن أنا لازم أكون ناجح في كل حاجة في حياتي، مفيش حاجة اسمها تخسر دي خالص، ان انا لازم اي بطوله ادخلها لازم انا اخدها، مفيش حاجه اسمها المركز الثاني. ده كان مصيبه بالنسبه لنا في الناشئين في النادي الاهلي، كنا بنسافر النمسا بنلعب فرق من المانيا وفرق من البرتغال، ما فيش اسمها احنا احسن من اي حد. كابتن بدر رجب زرع فينا الموضوع ده، فده اللي كنا احنا بنعيشه جوه النادي الاهلي، ان انت لازم تبقى رقم واحد في كل حاجه. بس هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر يعني. بصراحة هو فرق كبير طبعا، يعني هو بيأثر على شخصيتك، ان انت بتتعامل في اي حاجة انت لازم تبقى رقم واحد، لازم تبقى انت هتدخل اي موضوع اي مشكلة هتحلها، اي حاجة انت ما تخافش منها، اي حاجة لازم هتبقى انت اللي ناجح فيها. بس فدي يعني من اهم الميزات اللي انا اتعلمتها من الاهلي.